ماتش. احنا تاني حاجه بتقول في المكان ده ومفيش عمرنا شفنا حريقه وبالعقل كده مفيش ماس كهرباء يولع في 15 20 كشك، مش ممكن. اسال خبير الكهرباء نفسه يقول لك مفيش ماس كهرباء يحرق ممكن كشك كشكين، لكن 20 كشك دي لا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا الامن المركزي من ساعه احداث جامعه الدول العربيه معسكر عندنا بقى 10 ايام. يا وزير الداخليه، ينفع ان الحريقه لما تقوم الامن المركزي ياخد بعضه ويمشي؟ والعبسط ما فيها الضابط اللي واقف خدمه باللاسلكي ودقيقه حكوميه كلامها مصدق كان جاب المطاف بسرعه. جاب بعد ساعه. ولما تيجي عربيه مطاف تيجي خرطومها بايظ؟ يا مدير الحمايه المدنيه تيجي عربيه مطاف خرطومها بايظ وتيجي الثانيه بعد ساعه؟ ليها حق الحريقه تمتد في ال 20 كشك؟ حرام عليكم والله. حرام عليكم. الحريقه دي بفعل فاعل. الحريقه دي الناس بتاعت الكافيه التاون داون، انا بقول اسمه التاون داون، الحاج ناصر والله اسمه ناصر، جه في رمضان قاس الشارع اللي احنا فيه ده وقال كده كده هتتشالوا. بناء على ايه هو قال الكلام ده؟ بيتكلم بثقه بناء عن ايه؟ هل هو دافع زي ما خد اوضه في سينما سفنكس مش من حقه ياخدها وعاملها لاداره شغله؟ فين وزير الثقافه؟ هل ده حقه؟ لا مش حقه. بناء عن طريق عن كلام مين هو يقسم الشارع نصين ويقول ان احنا نتشال؟ ايه الثقه اللي هو فيها؟ هو دافع لمين طيب؟ والناس اللي في الشارع دي هتشتغل فين؟ هتعيش فين؟ هترزق منين؟ هي يعني البلد ناقصه فقر؟ ناقصه وقف حل؟ اتقوا ربنا وترحم عشان ربنا يترحم علينا. عمره ما ربنا هيرحمنا طول ما احنا ما بنرحمش بعض. يا وزير الداخليه يا سيسي، عايزين حقنا. احنا عايزين حقنا. ما بنقولش احنا عايزين حق حد ولا بننتقم من حد. احنا عايزين حقنا. مش ماسك كهرباء. ماسك كهرباء يتلحق. لا ده فعل فعل. الساعه 6 هنا كله بيشطب نازل مفاتيحه عشان الحظر. واحنا اللي فاتحين المطاعم اللي فاتح المحلات دي يعني ده احنا كلنا اصحاب محلات. ما حصلش كده من زمن الزمن ليه؟